عجيبة هاد القضية بتاعي، أنا والله ما فهمت فيها شي حاجة. إلا فهمتي فهميني عارف الله. لا زوينة قال لك لا، المغرب كان في واحد المرحلة سميتها المرحلة الإسلامية، تحول إلى مرحلة بيريالية. أشنو هي البيريالية دي بتي حليمة؟ عندها علاقة بالبيروري. القضية كتبان لي محرحرة، تا فرحنا لهاد الأخ النوش عاد خرج لينا من الجنب وخرجنا من الإسلام. ما تفهمتش ليا القضية، أنا ما تفهمتش ليا، تخربقت. لا كيفاش هاد القضية حنايا كنا في الإسلام ولينا بيرياليين؟ زعما العثماني كانت الحكومة ديالته إسلامية، وملي مشى العثماني وجا خنوش ولينا بيرياليين. غادي نتبيريالاو، غادي نوليو بيرياليين. البيرياليين زعما شنو؟ زعما رجعنا كنبيعو الكيف ولا شنو؟ كورة الكيف راه تقنن ملي كان العثماني في الحكومة، ياك العثماني هو اللي قنن الكيف، ياك ولا لا؟ زعما دابا حنايا السياسة ديالتنا غتولي بيريالية. هاكاك زعما يعني ممكن ان المغرب يولي الراجل ينعس مع الراجل في الشومبر، تولي المرأة تنعس مع المرأة، ممكن الراجل يتزوج بالراجل، ممكن يكون التعدد بواحد الشكل كبير، ممكن الراجل يتزوج بالراجل ويدير معاه الولاد. اتراها شي تخربيقة شي تنوعيرة داري لينا، ما فهمتيش انا حق مولاي، ما فهمت بالله. اي 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 لا 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 لا، هاد القضيه فيها الشك. والناس تما هضروش، كيهضروا في فيسبوك، حنا غنبقاو نهضروا في فيسبوك، صافي نهضروا في فيسبوك حنايا، هادشي اللي بقى لينا. خاصنا نخرجوا نحتجوا، نخرجوا نهضروا، خاصهم يخرجوا يوضحوا لينا علاش تقال هاد الخطاب هذا. ما فهمتش انا، الناس عتا عجب الدنيا هانية، ما عندهاش مشكل. انا ما تفهمات ليا والله العظيم، ما تفهمات ليا القضية ديال البريالية. لا عجيبة هاد القضية دي. واش بان لك حليم انت فاتش فاتشي ديال البريالية عجبتك ولا عجبتك البريالية؟ غادا تولي انت بريالية من داك الشيء الرفيع. مزيان، ولا كنتي بغيتي تكوني بريالية راه خاصك تكوني بريالية شكلا و ماديا وعقليا، ولا لا بريالية بالفم. ترى اللي بغى يكون بريالية راه خاصو يكون عنده القرمومة. خليني بحال دابا خلوش بريالية. ممكن يكون بريالي، ومهما انه ولا في الحكومة، ومهما ان اللي معاه قال لك راه المغرب انتقل من مرحلة اسلامية الى مرحلة بريالية، اذا راه تا هو بريالي. تا هو بريالي، ما عرفتش غير بريالية دي والله العظيم ما فهمت انايا. بيروري جي من بيروري ياك. هي غيكون بيروري، عقلتي على بيروري اللي كنا كنضربو في الصغر؟ لا انت كاع ما مسك ولا ما عارفاش هي بيروري شناهو. وعلم الله بتي حلي من اللي غادي نوليو بيرياليين، شحال غي يكونوا عندنا ديال الفلوس والمشاريع. قال لك اصحاب البيرياليين عندهم الفلوس وعندهم المشاريع وعندهم كل شيء. عرفتي قال لك الراجل البيريالي راه كيقدر يتزوج بخمسة العيالات. وقال لك المرأة البيريالية كتزوج عب واحد. وقال لك المرأة البريالية ملي كتولي بريالية كتولي عندها الكاتكات، وكتولي عندها الدار والفيلا، وكيكونوا عندها الكيران. راه تي درك غادي تولي لاباس عليك، حيت البرياليين كلهم لاباس عليهم. راه ما يمكنش شي واحد يكون بريالي وما عندوش هاد الشيء، يكونوا عندك على الخيرات مقلبين. بحال درك انا، انا يا بريالي غتجيني واحد 20000 ريال الشهر، شتي؟ يجي درك هاد 20000 ريال ياك. ايوا ان شاء الله ملي غادا تحملي غادي ناخذو 40000 ريال، ملي غادي ندوك للسبيطار عاوتاني غتولدي وغيتزاد الدري غناخذو فيه 6000. هادي البيريالية، البيريالية هي هادي، هادي راه السياسة البيريالية. خليني من داكشي ديال العثماني لا داكشي ديال العثماني ما واكلش الخبز، لا هما كلوا عهوة. عرفتي شنو هي تكون بيريالي؟ يا سلام، هادي راه مبادرة زوينة أن أخنوش يحول المغرب كامل من دولة إسلامية إلى دولة بيريالية. ترى شي حاجة مهمة، ترى هنا في الجيل الجديد هو المغاربة غيولوا لاباس عليهم. هادي البريالية، المغاربة خاصهم يفرحوا، المغاربة خاصهم ينشطوا، المغاربة خاصهم يخرجوا يقولوا أخنوش تبارك الله عليه، الله يرحم ليه الوالدين، راه حنا رجعنا برياليين، حنا رجعنا برياليين،
حيدنا من الاسلاميين ورجعنا بيرياليين، بغي بيريمينا، بغي بيريمينا. اش غنديروا دوك؟ اش غنديروا؟ راه خاصنا نفرحوا، خاصنا ننشطوا، خاصنا نتحزموا ونوضوا نشطحوا. هادشي اللي بقى لينا هو الشطيح، خاصنا نديروا ياك ولا لا؟ ايوا خاصنا نفرحوا، خاصك تجيبي فوق الطابله تحطي الحلاوه وتحطي الموناضه وتحطي كوكا وتحطي براد ديال اتاي النعناع وتحطي شفنجات وتحطي حريره هنايا، تحطي الحسوه، تحطي الشباكيه التمر، ونفرحوا ونقولوا سنة حلوة يا بيريالية، سنة حلوة يا بيريالية. غادي نقولوا بيريالية خاصنا نفرحوا بها. راه قال لك غادي نديروا واحد العيد سميتو عيد الوطني للبيرياليين. هذاك اليوم العيد غادي نحتفلوا به، المغرب كامل غيحتفل به. حيت اخنوا واش داروا البارح ولا ماتوا البارح ياك، ملي داروا صافي العام الجاي ان شاء الله غنحتفلوا به، غادي غيدخل التاريخ هاد العيد ديال البيرياليين. واش بغيتي اكثر من هاد الشيء؟ الحمد لله. درك انت حنا ما سالت ديري، درك انت من الصباح وانت جالسه تما، واليوم الجمعه يا فينا هو كسكسو؟ واش تما كاين لا كسكسو لا والو، كنشموا على الريحه من ديال الجيران وحنا ما دايرينش لينا كسكسو. ها انت وليتي بيريالي، ها وليتي بيريالية دروك. واش دابا ماشي بيريالية؟ شتي هو كون بغيتي تولي مسلمك كون حطيتي كسكسو وكلينا وداعينا معاك. وقلتي اسلامية كون راكي مشيتي للجامع صليتي وجيتي، هاتي يا بيريالية. دروك انايا اسلامي، ها كنت اسلامي كون راني مشيتي للجامع صليت وجيت، انا بيريالي. شتي البيريالية بدات كتبعد علينا. انت راكي ما كتفهميش تي هاد الامور هادي، انت راكي غا كتشوفي فيا وساكته. انا كتقول لي بداك السكوت ديالك شو راه هذاك السكوت؟ كاين شي حاجه انا ما عارفهاش، راه خاصك تدوي تدوي. فين هو كسكسو؟ انت ما درتيش كسكسو. ويلي حي ويلي حي على هاد المراه هادي اللي عطاني سيدي ربي. يا ربي تبدل لي حليمه بمراه بيرياليه وتكون بيرياليه هي هذيك. انا خاصني مراه تكون بيرياليه موديرن ديال هاد العصر، ماشي بيرياليه بيريمي قديمه. فين راكي قديمه؟ مشتيش وفينا هو كسكسو درك؟ راه جينا حنا الجوع واش حنا ما غناكلوش درك ولا شنو؟ سيري طيب، ما يطيب لك القلب واليمين. فين ما نسوق لك تقول لي راه سيري طيب، وعمرتيتي ولا ما عمرتيش انت؟ جبتي الديسير العنب؟ البنان؟ الدلاع؟ الدلاع باقي؟ ما جبتيش الدلاع؟ وين جبتي؟ كرموس؟ وقال لك كرموس حيدو باقي؟ شحال جبتي الوحده؟ 60 واو 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 واو، غالي غالي الكرموس غالي، ولكن مزيان مزيان. حتى انا الا بغيت نجيبو غيجيني غالي، ملي جبتي انت ماشي مشكل، لا يكون رخيص. لا تبارك الله على كل سلعه، البركي كتفوري علينا صراحه، ما عندي ما نقول لك. وخاصك تسخن لي واحد المقراج ديال الماء يكون من داك الشرق فيه، رانا باغي نغسل حياتي حيت وليت بيريالي. بغيت نغسل حياتي باش نرجع نقي ونرجع هكا ندير بالزين وبالجمال وبالاناقه. صافي وسير بسر بلي ترقينا الفرجه، حتى اننا كسكسو درك راه جانا الجوع. واش حنا غادي نبقاو نهضروا على اخنوش ونبقاو نهضروا على البيرياليه ونبقاو نهضروا على الاسلاميه؟ ترى هادشي انا ما كنفهمش فيه، هادشي ديال السياسه والبيرياليه والله انا بغيت غير نفهم شنو هي البيرياليه. والله ما تفهمات لي يعني ما شنو هي البيرياليه، شنو هي البيرياليه؟ ما فهمتيش؟ ويلي ويلي ويلي، حنايا قاعدين بجوجنا في الدار قدا قدا وفيها جوج الناس مكلخين، ما فاهمينش البيرياليه شناهي. وانا ما غيطلعش لقى الدم اللي ما نفهمش شنو هي البيرياليه وبقى نتكلم من على البيرياليه ولا ما فهمش شنو هو البيرياليه. وانا دي سول الجيران قول لهم شنو هي البيرياليه، كرا شي دواء غادي نجيبوه غيضربوا لينا مع اللقاح، حنا ما في خبارنا والو. وانا دي كرا شي هاد البيرياليه كرا شي مشروع كبير غيديروا اخنوش غيصوروا به الفلوس وغيخلوا لنا حنا ازيرو. ترى شي همزه صحيح هاد البيرياليه، الله اعلم شحال فيها من المليون بتي حليمه. والله العادي البريالية راه ما كيهضروا عليها في المغرب وكهاي كيهضروا كيهضروا الناس كتهضر الا وانها شي حاجه مهمه للبريالية. ياي كيفاش هاد القضيه؟ قال لك الدوله المغرب ولا دوله بريالية، اذا راه غيولي فيه الفلوس بزاف. راه هادشي عنده علاقه بالمال وعنده علاقه بالفلوس. غتكون هاد البريالية بحال بيطون يا وبحال والو، والله اعلم بحال والو. نوضي انا كنهضر معاك وانت كاع ما كاين هنا. نوضي تي نوضي، الا بغيتي عاد نوضي خاصك ديباناج فيك 636 كيلو ديال الكفته. نوضي نوضي مسخوطه قلبي معايا على البيريالية شناهي.